تمام، هلا المحاضرة بالتسجيل. هلا هذا السيستم اللي قدامنا الآن. في واحدة من الأشياء بالديزاين هي مور أكثر للميكانيكال إنجينيرينج، لكن برضو أنت إحنا كمهندسين مدنيين أو مهندسين بروسيس لازم يكون عندنا فكرة على اللي بصير، ولازم إحنا نعطي المهندس الميكانيك معلومات إنه هذا الإيريشن تانك اللي عندي هون كم بحتاج نضيف له أكسجين. تمام، لأنه هو الأكسجين بده يضيف هواء، الأكسجين راح يضيفه عن طريق الهواء، فبالتالي بده أجهزة بنسميهن بلوورز. بلوورز زي البامبس، البامبس للماي والليكويدز، البلوورز للهواء، والهن سايزنج بمعنى اخر بده يطلع قديش الهورس باور بده اياه، وبده كمان يطلع البايبس، اقطار البايبس بده يحط فيهن الهواء عشان يحطهم بالسيستم. وكمان برضو احنا بنستفيد من الاكسجين او الهواء احيانا لعمليه الميكسينج. فسؤال، كم مقدار الاكسجين اللي انا بحاجه له جوا الايريشن تانك؟ حدا عنده فكره؟ كل اللي اخذناه هذا الفصل على موضوع الاكسجين ديماند، بي او دي واكسجين ديماند بالريفرز، سي او دي وبي او دي. شهد، الاكسجين اللي بحاجه له البكتيريا عشان تتغذى على الاورجانيك. اكزاكتلي بالضبط، بالاضافه لحاجتها للتنفس. بالضبط كل الحاجه. يلا كيف تطلعها؟ عن طريق البي او دي سي او دي. بدي اشوف حاجة كل البكتيريا اللي عندي، عندي عددها. بي او دي اللي بيطلع عندي طلع عندي. انا بدي اقول انه ال قيس كرن كيو بالبي او دي اي، بنقص من هذه كيو اي بالبي او دي اي، نجمع لها الكيو ار اللي هي اللي بترجع بالاس اس، ننقص منها الكيو دبليو اللي هي المضروب بالاس اس دبليو. اوكي، اعمل ريز هاند لور هاند. صحيح. هلا ان قلنا كيو ان في بي او دي ان، هاي بي او دي ماس فلوريت، هاي بي او دي ماس فلوريت، يعني بمعنى اخر قديش كيلوغرام اكسجين باليوم. هاي داخل على السيستم، مش لحالها، داخل كمان، داخل عندي كمان كيو ار في اس اس ويست، بس هاي كيو ار في اس اس ويست هاي السوليدز مش البي او دي. ماشي. هلا بنطرح منها في كمان شيء ثاني ممكن ينضاف، هلا بحكي عنه كمان شويه، خليها هون. بنطرح منها اللي هن كيو ويست في اس اس ويست، برضو كمان هادي السوليدز ناقص كيو اي في بي او دي اي. هلا كيو ار في اس اس ويست هذه السوليدز، هلا لاحظوا انه بدنا نضربها بفاكتور. الفاكتور هاد اغلب الكتب بحطوه 1.4، ونفس الشيء هون 1.4، يعني هذا 1.4، هذا 1.4 اللي هو غرام بي او دي لكل غرام سسبندد سوليدز. ماشي، اذا واحد طلعوا 1.4 هذا تقريبي، ال 1.4 تقريبي، اذا واحد بكل منين اجى ال 1.4؟ هاي كمان خمس علامات. يلا قيس. دكتور الكابة اللي حكينا عنها المحاضرة الماضية، كيف اجت هاي؟ اعطيني. دكتور من واحد زائد كي. خلاص، ما هو قيس حكيها مزبوط. هادي 1.4 انه بدنا نعمل حسبة على السريع، بس اذا عاملين حسبة دقيقة هي بدل 1.4 هي واحد زائد كابا.
تمام؟ بدل 1.4 هي منحط 1 زائد كابا. بمعنى آخر البكتيريا الموجودة اللي عندي زائد نسبة الخلايا الجديدة اللي تطلع عندي. تمام؟ هلأ في إشارة ما حطتوش هون، أحياناً بيكون في عندي كمان مع الداخل توتال كلدال نيتروجين. طيب إذن في QI في TKN حدا يحكي لي TKN كيف بدي حول النيتروجين لأكسجين؟ شهد بضرب في 4.6 بالضبط. من وين جبتيها؟ اللي هي 1K. لا مش كي هنا، فيش كي هون. هلا انا بدي اعيد كتابتها كلها على الصفحه اللي بعديها. المعادله هاي تمام، هاي ال dissolved oxygen demand في السيستم بيساوي عندي QI في BODI هذا الداخل اساس اني اقيم اللي بده يطلع من عندي من السيستم ناقص QE في BODE زائد جاي عندي من الريسايكل QR في SS waste ناقص كيو ويست في اس اس ويست. ماشي هذا داخل السوليد ويست، هذا عشان احوله لاكسجين بضرب 1.4 او 1 بلس كي. احيانا بدخل عندي بكون بدي اقيم كمان النيتروجين كي في تركيز التوتال كلدال نيتروجين ضرب 4.6 هذا اخذناها لما اخذنا الان بي او دي كيف بنحول النيتروجين لان بي او دي. هاي 4.6 غرام نيتروجين، هذه غرام اكسجين لكل غرام نيتروجين، وهذه عندي 1.4 اللي هي غرام اكسجين لكل غرام سسبندد سوليدز. تمام، هاي بتكون عندي حاجه من الاوتو ديماند، فعم تطلع الوحده عندي غرام بردي، الوحده الكليه غرام اكسجين بردي. هلا كيف بدي ادخل هذا الاكسجين على السيستم؟ نعطي للمهندس الميكانيك بقول له بدنا هيك، بس برضه احيانا احنا بكلنا راي انه في شيء بنسميه الارياشن سيستمز. هلا على السريع بدي امشي الارياشن سيستم. في عندنا هون تيبل، في عندنا تيبل انه different types of aerators. في شيء اسمه fine bubble membranes، وفي شيء اسمه coarse bubble diffusers، في جيت ايريترز، في فيكسد ميكانيكال ايريترز، وفي فلوتينج ايريترز وروتري برش ايريترز. هلا كل واحد فيهم اللي ايش بنسميه اكسجين ترانسفير افشنسي، بتهمناش احنا في الحسابات هذا المهندس الميكانيك. وفي اسمه اس او تي ار ستاندرد اكسجين ترانسفير ريت، بمعنى اخر كل كيلووات اور كهرباء بحطها كم بيعطيني كيلوغرام او 2 في الميه، وهي محسوبه كلمه ستاندرد الاس هذه جاي من اللي هو للمي النظيفه، الاس المي النظيفه ماشي، فهذه فور كلين ووتر. هلا هذا الفاين بابل ارييترز هذا واحد فيهم بيكون زي هيك ممبرين مشبوك بخط بيعطيني هواء. هاي شايفين البركه كلها قاعدين بركبوا فيها فاين بابل ارييترز، في عندي بايبس وهدول الفاين بابلز موجودات على أرضية البركة. هاي صورة أقرب عشان تشوفوا كيف بالضبط، نرفعها شوي عن الأرضية عشان إذا في سلج تراكم على الأرض ما يسكر الممبرينز. هذا الكورس بابل ارييترز بيكون شكل البابل الفقاعة الهواء كبيرة شايفينها، بيعتمد على الفتحات اللي هي بيطلع منها. هاي مبدأ عمل كورس بابل ارييترز. طبعا زي ما انتم شايفين في عندي من الاطراف من هون للاطرافين منطقه لتحت على اساس اذا سلج رسب وفات في الفتحات لما نشغل الهواء بطردهن لبرا بيطلع عندي الهواء. هذا كورسو بالارييترز ارضيه البركه كلها ايتها، شايفينها كيف شكلها، هاي كل ارضيه البركه كورسو بالارييترز. هذا شكل البلورز اللي مستخدمين عشان ضخ الهواء، زي هذا الشكل اشهر شيء، هذول بنشغل فيهم الهواء اللي بنضخه في هذا السيستم. هلا في اشكال كثيره، في اسمه جت ارييترز بيجمع البلور منه فيه بهذا الشكل، بيبدا بيشتغل مبدا الفنتوري. ها
هاي من فوق بتكون فوق مستوى المي، بتسحب هواء من الاتموسفير وبتضخها في المي، بسميها جت لانها زي المدخل شكلها. شايفين كيف بالضبط بهذا الشكل؟ وهاي شكلها عن قريب. الان في شيء اسمه فيكسد ميكانيكال ارياترز، برضه نفس الشيء، الموتور هنا جاي معاه بالضبط، وهاي زي الهوايات. هاي طلعوا صوره من بعيد كيف بيكون شكل البركه كلها بابلز من ورا الفيكسد ميكانيكال ارياترز، دول قويين جدا بيستهلكوا طاقه كبير. هاي صوره من بعيد على بركه فيها فيكسد ميكانيكال ارياترز معبيات الارضيه كلها، طلع كيف حدود الاكسجين مبينه واضحه عندي بين فيكسد ميكانيكال مع الثاني. اوكي، في عندنا هذول الاكسيديشن ديتشز اللي هم الاكسيديد ارياشن، احيانا بنستخدم شيء بنسميه فلوت ارياترز زي هيك. هذا جهاز بطفو نتيجه انه هذه منطقه فلوت، معناها هي فارغه من جوا نبدا السفينه تطفو. فهذه ما بتعملها بيختلف شوي، هي بتاخذ مي من تحت وبتنثره في الهواء، تاخذ مي من تحت وبتنثره في الهواء. فطلعوا عندي هون كيف تشتغل الفلوت ارياتر. الصورة مش طالعة، مش عارف ليش مش طالعة عندكم الصورة. مش طالعة دكتور. اوكي، مش عارف ليش ما اشتغلش الفيديو. ثواني هلا ممكن اشغله. طيب هو مش طالع برضو عندي هنا، يعني بإمكانكم تشوفوا أي واحد فيهن شغال عن طريق السيرج. طيب انا بطلع على اليوتيوب في كذا موفي ممكنكم تدوروا عليهم وتشوفوهم. دكتور. ايوه دكتور، بالنسبه للكوز اللي قبل شوي اعطانا عليها من صفر، مش مشكله خلاص، ما هو بخزن الاجابات مش مشكله. خلاص ماشي. بتكون في مشكله بال طريقة الحساب، بجوز مضروب كله بصفر أو شيء، بس مش مشكلة، هو بيخزن الإجابات عندي بيطلع كل الإجابات. ماشي دكتور. أوكي ماشي. أوكي.
ماشي مش مشتغلش مزبوط. وفي إيش نوع مسميه الروتر برش إرياتر، بيكون شكله زي هيك، ها بتركب على سطح المي. ماشي، هاي هو برا وهاي هون جوا البركة، ده من غطية أنا بعمل رذاذ كتير، هاد بيكون يتحرك زي هذا الشكل زي ما شايفين هون، بعمل رذاذ كتير بضيف الهواء على المي. هلا بس إنه في أنواع منه تاني كتير بهذا الشكل، كومباكت بلاستيكي، هذا الشكل بنحط في المي، أنواع كتير بيجي الروتر برش إرياتر. هلا بس عشان اذكركم انه في عندنا انواع بتركب على ارضيه البركه زي الفاين بابل والكورس بابل ديفيوزرز، في عندنا انواع بتركب على السطح زي الفلوت ارياتر والروتر برش ارياتر، وفي عندنا انواع ممكن تركب على اي مستوى، يعني احنا بنقرر لان زي الجيت ارياترز والفيكسد ميكانيكال ارياترز. فلو كان عندي ارياشن تانك بهذا الشكل درسوا هنا كلهم على الارضيه هون، ممكن يكون عندي فاين وكورس، طبعا هنستخدم نوع واحد ديروا بالكم، فاين اند كورس بابل ديفيوزرز. على سطح المي من فوق ممكن يكون في عندي هذا اللي هو الفلوت، يكون شكله زي البوك من تحت هيك، باخذ المي بنثرها نثر لفوق هيك، او ممكن يكون في عندي اللي هو الروتر برش ارياتر. او من النص في عندنا الجت شكله زي المدخنة، او اللي هو الفيكسد ميكانيكال ارياترز، بيكون من فوق له قاعدة ماتور وامتد لتحت زي هيك، وفي له عنفات مراوح. فهي الانواع كلها، هذا الجت، هذا الميكانيكال، هذا عندنا الفلوت، وهذا عندنا هنا اللي هو الروتر روتر برش. الروتر له اسم مشهور كتير فيه بسموه ماموث على اسم حيوان، تمام. هلا اي نوع من الانواع هدول بيجي معاه من الشركة اللي هو الـ SOTR Standard Oxygen Transfer Rate، اللي هو وحداته كيلوغرام O2 لكل كيلو وات أور، تمام. وإحنا بإمكاننا نحسب اللي هو إشي بنسميه الـ Actual OTR. الـ Actual OTR اللي هو الـ Actual Oxygen Transfer Rate، تمام، زي ما شايفين هنا بيساوي معادلة عند اللي هي SOTR اللي بنجيها من التابل من هنا، بتكون Range ضرب إشي بنسميه F اللي هو Fouling Factor، اللي هو إذا برسب إشي عليه، يعني كلمة Fouling يعني الترسيب، إذا برسب عليه من Sludge بنقلل كفاته، أعلى قيمة له واحد والباقي كله كسور. فالأنواع اللي تركب على سطح من فوق زي الروتر برش وزي الفلوت إرياتر ما إلها فاولينج فاكتور، الفاولينج فاكتور واحد ضرب ثيتا تي كو ناقص 20 عشان تحول درجة حرارة. طبعا ثيتا بتعرفوها أنتو للهواء أخذناها سابقا 1.024 مضروبة في علاقة إلها علاقة بالكونسنتريشن سي أس اللي هو الساتوريشن كونسنتريشن للأكسجين، بيتا عامل تحويل من المي الوسخة للمي نظيفه، لانه السي اس احنا بنعرفها للمي نظيفه، زيها زي الفا، الفا نفس الشيء برضه موديفاير للاكسجين ترانسفير من فروم كلين ووتر تو ووست ووتر. السي انفينيتي امبيريكال ايكويشن هي موجوده تحت، والسي تي اللي هو الريزيدوال كونسنتريشن، انه اقل تركيز انا بدي اياه في المي يضل موجود عشان اقدر اقيس الاكسجين. وهي علاقه السي انفينيتي سي اس اللي هي الساتوريشن 1 ناقص 0.325. هلا 0.325 مع 10.34 هدول معامل تحويل، لان هي علاقه في الامريكان يونتس او البريتش يونتس، ما فيش فيها معامله التحويل هاي اللي هون. ديفيوزر ديبت على اي عمق موجود عند الديفيوزر، بمعنى الشرائط تحط على السطح زي الفلوت ارياترز والروتر ارياترز، الديفيوزر ديبت صفر، فبتصفي ان السي انفينيتي بتساوي سي اس، يعني معامل تحويل، معامل عشان نقدر نشوف تاثير العمق ل
اللي هو الديفيوزرز. هلا الباور اللي بدي اياها اللي هي سمبلي الاوتو ديماند على الاوتو ريكويرد. طبعا في الحاله هاي الباور اللي هي بتساوي الاوتو ديماند على الاوتو ريكويرد. لو عوضنا محلهن الاوتو ديماند حسبناها قبل شوي غرام اوتو بيردي حسبناها من الاوتو ديماند على الاوتو ريكويرد اللي هي الاكسجين ترانسفير ريت او تي ار. وحدات الاو تي ار كيلوغرام اوتو لكل كيلو وات اور. هلا فوق عشان تضبط معنا نقسم على 1000 1000 غرام لكل كيلوغرام. بصير عندك كيلوغرام اوتو، فالكيلوغرام اوتو مع الكيلوغرام اوتو بتروح بتصفي عند الكيلو وات اور وين موجوده في البسط، مش هيك؟ هلا انا بدي اياها كيلو وات، مش بدي اياها كيلو وات اور. بضرب 24 اور بير دي، فبتصير عندي الوحده النهائيه للباور كيلو وات. تحولها لحصان، بحولها لحصان، تمام. فمن هاي الطريقة بنحسب مقدار الباور اللي أنا بدي إياها للبلاورز، هم سمي الباور فور بلاورز عشان أشتري. زي ما نعمل بالمضخات نفس الشيء، بدنا مضخة 20 حصان 30 حصان بنجيبها من هاي الحسبة اللي هون، تمام. هيك خلصنا موضوع الأكسجين ديماند والإرياشن سيستم. الآن نروح على موضوع تاني اللي هو إذا أنا بدي أعمل عندي، مش بس بدي أضيف أقيم الـ CBOD، السيستم اللي أخذناه قبل شوي عندي الـ Aeration Tank وعندي الـ Secondary Sedimentation Tank. احنا اخذنا كل التصميم اللي درسناه لهلا بس عشان نشيل السي بي او دي، لانه حسبنا الاكسجين اللي بدنا اياه على مقدار البي او دي اللي هو اتفقنا من بدايه الفصل. لما نحكي ووست ووتر، لما نحكي كلمه بي او دي احنا بنحكي عن بي او دي 5، والبي او دي 5 يعني السي بي او دي، تمام، عشان نشيله. طب لو بدي اشيل كمان النيتروجين والفوسفورس ابن المي، هون لازم افهم انا شو بكتيريا النيتروجين وشو بكتيريا الفوسفورس. هلا احنا اخذنا سابقا انه النيتروجين بهاي المرحله بيكون على شكل امونيا او تي كي ان. التي كي ان بدها او2 عشان تتحول عندي لنيتريت، لان او3 ماينس زائد H2O، طبعا نعملها زائد H بلس موازنة. طبعا تنضرب هاي هون 2O2، تمام. بدي أسأل حدا من الموجودين شو نوع البكتيريا المسؤولة عندي عن تحويل مركبات النيتروجين في هاي المعادلة؟ ناس نسيتوا قبل محاضرتين أخذناها. ايروبيك، اوكي، هي ايروبيك، تمام. هذا واحد. شو بالنسبه لغذاء هالكربوني؟ هيتروتروفيك. وين الكربون عشان نحكي عنها هيتروتروفيك؟ خلاص اوتوتروفيك. اوتوتروفيك، اوتوتروفيك، تمام. هاي ايروبيك اوتوتروفيك، تمام. هلا كمان بدي ارجع اذكركم شغله ثانيه، متذكرين كيرف البي او دي اللي درسناه سابقا؟ قلنا البي او دي بيطلع عندي زي هيك، بعديها بيطلع عندي اللي هو كمان كيرف ثاني لبكتيريا النيتروجين، لاحظتوا؟ هاي عندي البي او دي مع التايم، فهون عندي السي بي او دي وهون عندي الام بي او دي. واضح تماما انه بكتيريا اللي بتحول النيتروجين تقعد فتره طويله اطول شوي
من غيرها عشان تشتغل. فمعناته بالديزاين بدها ريتنشن تايم اعلى، ما دام ريتنشن تايم اعلى معناتها بدنا فوليوم اكبر. فعشان هيك اذا بدنا نحول بكتيريا النيتروجين، هاي عندي نيو وايت بورد هون طلع هذا الاريشن تانك عشان نشيل السي بي او دي. هذا الاريشن تانك انا درسهم بس اريشن تانكس او مع سكندري سيدمنتيشن تانك. تمام، يلا عشان احول بكتيريا النيتروجين على الاقل شو بدي بزياده اعمل؟ شو اسم الاريشن تانك؟ بدي ازيده بالحجم صح ولا لا؟ عشان المي وهي فايته هون اول جزء بتشلي السي بي او دي تحوليها لسي او 2 زائد غازات، والجزء الثاني التوتال كندال نيتروجين بحولي الى ايش؟ لنيتريت. فلاحظوا طبعا بدي كمان انه زائد فوليوم وزائد او 2، بدي اضيف اكسجين بزياده. هلا الاكسجين مش مهم كثير، حسبناها قبل شوي كيف نجيبها، اللي هي كيو في التي كي ان في 4.6 كمية الأكسجين اللي بدي إياها. تمام؟ طيب هلأ بعد ما هيك بعاته أنا حولت كل مركبات التوتال كلدان نيتروجين اللي هن الأمونيا والأورجانيك نيتروجين حولتهم للنيتريت. طيب هل أنا بدي إياها على شكل نيتريت؟ إذا بدي إياها على شكل نيتريت كان به، إذا بدي إياها على شكل نيتريت بدي أستفيد من التفاعل الثاني اللي هو بحكي لي عندي CH2ON، هاي معناته مركب عضوي، مركب عضوي يعني هذا N يعني تكرار، ممكن يكون مركب عضو، أي مركب عضو عندي تاني، زائد الـ NO3 minus هاي بدي أحولها إلى N2 طبعا زائد شغلات تانية H2O وخلافه. هذا التفاعل شو نوعه؟ هيتروتروفيك N3 كربون. هذا هيترو تمام. بالنسبة للأكسجين أنوكسيك بالضبط، هذا هيتروتروفيك أنوكسيك. لاحظوا معي إنه أنا في الحالة هاي هون حولت الكربون، هون حولت الريديوزد ماتيريال من النيتروجين لنيتريت، بعدين بقدر أحول النيتريت لإيش؟ لنيتروجين. هلا اذا شو نوعه قلنا انوكسيك وشو نوعه هيتروتروفيك. اذا هاي البكتيريا عشان تشتغل شو بدها؟ يلا احكوا لي، بدها تاخذ الاكسجين الموجود في الانو 3. اذا مش لازم نضيف اكسجين صح؟ انا لاحظوا بالسيستم اللي فوق هون هذا باستمرار في عندي إضافة O2، هون عندي إضافة O2، هون عندي إضافة O2. طيب خلينا نقترح الاقتراح، لو أجينا عملنا كالتالي هذا الإريشن تانك هلا بده يكبر بزيادة شوي. ليش؟ عشان بده يعمل ثلاث عمليات، أول جزء منه هون للسي بي أو دي، ثاني جزء هون عندي من هون للتي كي أن، كله بنحوله وهدول كلهم بنضيف أكسجين. هلا هون منضيف أكسجين، هون منضيف أكسجين، الثالث منضيفش فيه أكسجين. تمام؟ بدنا أنوكسيك كونديشن. الأنوكسيك كونديشن خلاص جاهز. ليش؟ لأنه في عندي نيتريت جاي عندي من المرحلة اللي قبلها، المرحلة اللي قبلها قاعدة تطلع لي من هون، في عندي نيتريت. تمام؟ فبخلي البكتيريا لحالها تتنفس على نيتريت، لكن فيها مشكلة واحدة. شو هي المشكلة الواحدة؟ شو المشكلة يا جماعة؟ لها شرط البكتيريا اللي هو عشان تعيش، شو بدها كمان؟ كل شيء مكتوب قدامكم على الشاشة. طلعوا شو بدها؟ بدها مركب عضوي. بدها كربون سورس. طيب احنا بعد ما قطعنا طريق اللي هون ضل في عنا كربون سورس؟ مفروض لا. ما ضلش كربون سورس اذا مش راح تعيش. فعشان عيشها ممكن شو نعمل؟ ممكن نعمل ناخذ جزء من الفلو من هون
أو من جوا الخزان نسميه internal recycle ونجيبه هون نعطيها كربون. يعني يا منأخذ من الخزان يا منأخذ من قبل الخزان، تمام؟ جزء إذا من قلب الخزان نسميه internal recycle، إذا خدها من برا يصير اسمه external recycle. هيك بنشغل البكتيريا هاي. هس بعد ما نشغلها شو بيطلع عندي بالسيستم؟ النيترات تتحول لإيش؟ النيترات راح ليش تتحول؟ لأنتو. هس أنا بعد هذا الحكي كله عندي secondary sedimentation tank، تمام؟ في secondary sedimentation tank إذا فاتت عندي مي هون مليان غاز أنتو، شو بتعمل عندي في sedimentation؟ بتخربه. عدو السيدمنتيشن اللي هو الاجيتيشن او التيربلانس او الميكسينج، والغاز شو راح يساوي يعمل؟ راح يحاول يطلع لفوق، مش هيك؟ فراح ياثر لي على السيدمنتيشن. هسه بس عشان اكون صريح معكم، في محطات بالعالم هيك شكلها بهذا الشكل، لكن لا يفضل هذا السيستم. حدا يعطيني سيستم ثاني مقترح عشان نعمل الدينيتريفيكيشن. هلا هون نرجع، بس هون العملية اللي بالنص هاي اللي هون بنسميها نايتريفيكيشن، تمام؟ هاي العملية اللي هون بالنص اسمها نايتريفيكيشن، بحول مركبات النيتروجين ل من اسمها نايتريفيكيشن لنايتريت، تمام؟ اللي فوق اسمها كربونيشيوس ريموفال. كويس. طب ممكن ما نخليش الان تو تفوت على السيديمنتيشن لانه نطلعها مثلا من مخرج ثاني؟ لا صعب في الحاله هاي. الدي نايتريفيكيشن المشهور، الدي نايتريفيكيشن المشهور بنعمل كالتالي. طلع كيف نعمل؟ ممكن يكونوا نفس الخزان، نفس الخزان، بخلي النيتريفيكيشن آخر إشي هون. هاي نيتريفيكيشن آخر إشي، قبلها بعمل هون كربونيشيوس، تمام؟ هلا هون بدي أوتو وهون بدي أوتو، بعمل أول وحدة هاي أول زون، هاي أول زون بسمها الأنوكسيك زون، بضيفش عليها أكسجين. الفلو جاي عندي من هون غني بالكربون، لكن في مشكلة، غني بالكربون وغني في الأمونيا بس ما فيش في نيتريت بني أحوله. فشو بنعمل؟ بنيجي من المنطقة هاي اللي هون، بنرجع غالبا داخليا، بنرجع فلو لهون، بنرجع فلو منيح اللي هو النيتريت، بضخه هون النيتريت، بضخه لهون، ماشي؟ فبصير عندي من هون غاز النيتروجين يطلع من السيستم. هذا بركة الأنوكسيك، لما تيجوا عليها بتلاقوا بتفور تفوير. ليش بتفور تفوير؟ لأنه بطلع عندي قاعد غاز النيتروجين، تمام؟ بس بالحالة هاي مستحيل أخلص من كل النيتروجين، لأنه في عندي نيتريت رح يجي عندي لهون، في نيتريت رح يكمل لهون، وفي نيتريت رح يرجع عندي رجوع. النيتريت اللي هون له طريقين، طريق على سكندر تانك وطريق على الريسايكل. لكن انا مسموح عندي يكون في نيتريت في الماء بحدود 20 ل 30 ملي جرام بير لتر، يعني مسموح يطلع من عندي من 20 ل 30 ملي جرام بير لتر، واذا الوضع اوكي ما في مشكله. فهي العمليه بنسميها دي نيتريفيكيشن، ثلاث خزانات. الان في عندنا ضل عندنا الفوسفورس، هيك خلصنا من النيتروجين كلياته، يعني بطل سكه مشكله. في عندنا الفوسفورس، وهذا الفوسفورس له نوع بكتيريا، في عدة بكتيريا ممكن تتخلص من الفوسفورس. لا، بكتيريا الفوسفورس تشتغل زي البني آدمين، إذا حطيناها بجو فيه خوف بس تخلص من هذا الجو وتبلش تعمل استهلاك. يعني أنا بدي أسألكم سؤال، لو إحنا بكرة فوق الكورونا فيروس هذا اللي هون حكيونا بدها تكون كمان حرب في المنطقة، وحزب الله بده يدخل وكذا، فبتلاقوا كل الناس يعني تاني يوم وين موجودين؟
المخابز، المخابز وملاحم وجار الغاز، مش هيك؟ فهاي البكتيريا تشتغل كالتالي، بنخوفها. طبعا هي هي نوعيتها اللي هي فاكلتيتيف، بمعنى بدها اكسجين لكن بتعيش بدون اكسجين. اذا بتعمل كل شيء، هاي الخزان الكبير اللي كان عندي قبل شوي، مع الريسايكل اللي عندي، تمام. وفي عندي هون مقسم، هاي النيتريفيكيشن زون، هاي الكربون نيشن زون، وهي عندي الدي نيتريفيكيشن زون الانوكسيك تانك دي نيتريفيكيشن. بعمل خطوه قبلهن اللي هو بعمل انيروبيك تانك، ان ايروبيك تانك. انيروبيك تانك بضيفش هواء بالمرة، وراح تصير عند الظروف الانيروبيك مباشرة. كيف راح تصير ظروف الانيروبيك مباشرة؟ لأنه جاء عندي وست ووتر غني بالكربون، فيش عندي أكسجين، مباشرة بيختفي الأكسجين من الخزان. الهدف منه بنخلي البكتيريا اللي بتاخد الفوسفورس تخاف. لما تخاف هذه البكتيريا نطلعها مباشرة على خزان فيه أكسجين وفيه هواء، بتبلش هاي البكتيريا، وهي بدي أمثلها، هاي البكتيريا لما تيجي لهون بتبلش هاي بكتيريا تاخذ غذاء بعنف كربون، ممكن كمان تاخذ نيتروجين قليل، وبتاخذ كمان مصدر الطاقه الغاز اللي هو الفوسفورس عشان تبني ايش زي الاي تي بي تبعها، تمام، الادينوسين ترايفوسفيت. فمن هون بتبلش تلم عند الفوسفات من ايش، من المنطقه اللي هون، فبتقلل لي تركيز الفوسفات، بعدين تطلع على السكندري تانك وبتنزل عندي على السيستم هون، ماشي. وهيك خلصنا من النيتروجين والفوسفورس، تمام. هلا بس بدي احكي لكم شغله مهمه هون، مش لازم في كل الاحوال انه نعرض البكتيريا هذه، مش لازم نعرضها ل انيروبيك كونديشنز. إذا عرضناها الانيروبيك كونديشنز بعد العملية هاي بتطلع الفوسفات. هدول عشان هيك في عنا عدة ارنجمنت، وقلنا أحيانا رموز بال 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 بالأرقام. في عنا إشي في عنا إشي بنسميه الـ O، هذا فقط carbonaceous removal أو الخزان. العملية O جاي من أوكسيك. في عنا كمان carbonaceous و nitrogenous removal، برضو بنسميه O نفس الشيء بس longer، خزان خزان كبير. في عنا خزان AX يعني anoxic مع oxygenation، هاد نعمل denitrification زائد carbonaceous removal زائد nitrification. طبعا ما إلها معنى انه يكون في عندي denitrification بدون nitrification. او بديش اكمل النيتروجين، بنحط anaerobic مع oxic، بنشيل الفوسفورس والcarbonaceous، ماشي. كمنا النيتروجين بدناش اياه، مش كتير عندي. اول هي العملية كلياتها anaerobic، anoxic، oxic. هاي العملية اللي فوق بسميها AO، وهي بسميها A2O. A2O anaerobic anoxic oxic، بتشلي فوسفورس، ركبات النيتروجين، ركبات الكربون، تمام. هلا هدول لهم عدة تصنيفات، خلينا نروح على أشهر واحدة فيهم. أوكي، هذه اسمها modified Lutzak Ettinger. هاي عندي انوكسيك مع اوكسيك، هاي فقط للنيتروجين. بنعمل ريسايكل من الاوكسيك للانوكسيك، ومن السلج سكندري ستيميتيشن تانك على الانوكسيك من داخل. هلا في عندي باردينوفو، بنعيد مره ثانيه عمليه عشان نقلل تركيز النيتروجين. هدول بس بخزانات اصغر شوي، ريتنشن تايم اقل. في عندنا موديفايد باردينوفو طلع. وفي عندي هون اشهر عمليه اسمها يو سي تي، شوي بس اجيب على اليو سي تي. University of Cape Town UCT process anaerobic anoxic oxic، بنعمل ترجيع بقيمه نص كيو، يعني الار
0.5 هذا الأنوكسيك من السكندر سيديمنتيشن تانك، وبنعمل ترجيع من الأوكسيك على الأنوكسيك عشان نعمل النيتريت بقيمة 1 ل 2 كيو، ومن الأنوكسيك بنرجع على الأنيروبيك بقيمة 1 ل 2 كيو. هاي أشهر عملية بالتاريخ لهذا النوع، أكثر محطات في العالم بهذا الشكل. تمام. هلا بس ده بديش امشي فيه، طلعوا مثلا هاي عندي هون هاي البرك انيروبيك انوكسيك والنيتريفيكيشن، تشوفوا طلعوا هون عندي كيف بعمل ترجيع داخل، شايفين مروحه هون، في عندي مروحه هي وفي فتحه بين الجدارين بين الخزانين بالجدار، هاي بترجع لي مي من مكان لاخر، وفي عندي كمان زي ما شايفين بايب باخذ لسه للبرك اللي بعديها، هاي شكل المروحة عنكر. اوكي. هلا هدول كلهم لهم ديزاين بروسيجر، بروحكم على ديزاين بروسيجر تبعهم انا هون. هاي ديزاين بروسيجر انه هو قديش نحتاج ريتينشن تايم لعمليات الاي او او الاي تو او. ماشي. كلياتها موجودة عندكم هون، وحتى قيمة الاف ام ريشيو. حتى قيمة الاف ام ريشيو اللي بدي اياها عشان اعمل التصميم. هلا انا بدي احكي لكم اياها، تصميم يدوي باخذ فور ايفر. شفتوا انتم اذا على تصميم صغير عملنا فيه ايتريشنز، مش هيك متذكرين؟ فتصميم يدوي باخذ فور ايفر، عشان هيك العمليه هاي افضل نعملها عن طريق برامج التصميم اللي هن زي الجي بي اس اكس او الاستوات. نزلت الاستوات. دكتور اشتغل عندكم؟ فتح. طيب انتوا هنا اللي موجودين 25، في عندكم تحت بالتصويت يس ونو، اللي نزل استوت وشغله يحط يس، اللي لسه ما شغله يحط نو. تصويت دكتور ايه؟ تصويت وين؟ هي عندك تحت في عندك دول الصح والنيجاتيف والكروس عند قائمة البارتيسيبانس. طب الأغلب بعده مش منزلينه. طيب طلعوا بشكل سهل، لو اجيت وكتبته هنا بالسيرش طلع عندكم السيرش. لو كتبته داونلود استوات WRC بيطلع عندنا اللينك هذا مباشره، استوات داونلود WRC PLC. من شغله تطلع عند الصفحه مباشره. هاي الصفحه بس انتم حطوا النيم هون، ماشي، والايميل بكفي، تعملوا اي اكسبت وسبميت، بيجيكم ايميل. الايميل هذا لما تفتحوا في رابط للتنزيل ومعاه كمان باسورد، تكبسوا على رابط التنزيل ببلش ينزل البرنامج، وبعديها بتعملوا له انزيبينج عن طريق بيطلب منكم الباسورد، بتلاقوها موجوده في الايميل. لما تعملوا هذا الشيء وفي عندكم جواته سيت اب، تمام. خليني بس اعمل عليه سيرش وين موجود. هلا طالع عندكم بالشاشه انا وين فاتح؟ طالع. اطلعوا بيكون في ملف اكثر من ملف سيت اب، شايفينهم؟
لا جاي طيب. الشاشة تبعت النت صفحة الجوجل جاي. طيب خلينا نعمل اوكي. لما تفتحوا تعملوا انزيبينج للفايل بتدوروا على سيت اب بتلاقوا ثلاث ملفات سيت اب، واحد فيهن ايمج والثاني اي ان اكس، اربع حطوا عندهم. هاي ملف السيت اب تعرفوا المشهور صوره الشاشه، تكبسوا عليه من هون ببلش يعمل عندي سيت اب. تمام، هلا هو السيت اب بيعمله بسرعه بس اتوقع تنزيله باخذ وقت بزياده شوي لانه برنامج كبير. مور اوفر في عندكم جوا هون سوري في عندنا هون مانيوالز، في دوكيومنتس مانيوالز. المانيوالز عشان انتم ما تتوهوش، اللي بانتم بحاجه له تبلشوا فيه واحد اسمه التوتوريال جايد. طلع عندكم الشاشه اللي عندي هون المانيوالز طلعت. دكتور طبعا التوتوريال جايد نكبس عليه بنفتحه. تمام، وفي عندنا الملف الثاني اسمه يونت بروسيس ديسكريبشن، اخر واحد عندنا يونت بروسيس ديسكريبشن نفتحه. هلا فيش داعي تقراوا كل شيء فيهم، يا دوب تقراوا من كل واحد 5 إلى 10 صفحات. تمام، المانيوالز المحاضره الجاي انا بدي امشي معكم على مانيوال فيهم. اول واحد فينا على الكربونيشيس لوحده، والثاني على الكربونيشيس ونيتروجينيس. تمام، واي شيء جوات السيستم ما فهمتوهوش وشو اسم الموديل وايش هيك زغلات بنيجي على اليونت بروسيس ديسكريبشن. اليونت بروسيس ديسكريبشن بتلاقوا فيه شرح مثلا على كل الباراميترز، مثلا السكندري تانك البرايمري تانك الاكتيفيتد سلاج. هاي عندي هون البرايمري تانك، بجوز مش مطلع عندكم الشير. ماشي، هذا اليونت بروسيس، هاي شكل الصفحه من برا دبليو ار سي ستوات يونت بروسيس ديسكريبشن، وفي شرح على كل وحده لحالها وشو البارامترز تبعوتها عشان الواحد يقدر يشتغل. انت راح تشوفوا هو اولها بيغلب شوي صغير بعدين بصير محترفين فيه لانه مش معقد بالمره. لما نفتح البرنامج فتح عندكم البرنامج كان بيجيني unexpected بيجيني. ايش يعني unexpected؟ مش عارف مشكلة. مش شغال هل البرنامج عندكم هيك؟ انا لا انا عندي شاشة سوداء. هي الشاشة سوداء، هذا هو البرنامج. ماشي، هذا هو البرنامج. هلا في عندكم من هون فايل بنبلش فيه هيك. اول شغله بنعرف نيو وركس. تمام، وبنسميه مثلا خلينا نسميه، طلع عنده هون مباشره طلع ورك 3. الاول ما يكبس على الورك 3 هذه تفتح عندي شاشه بيضاء بقدر اكبرها زي هيك، وفي عندي على اليمين قائمه اللي هن كل الاشارات اللي بدي اضيفها. لازم تكونوا انتم فاميليير معهم هدول. شايفين انتوا الشاشة البيضاء هلا؟ دكتور انا شايفتها. تمام، اذا تفتحوا الانفلونس بيعطيني ووست ووتر انفلونت اندستريال افلونت لاند فيل افلونت جاز انفلونت. انا بالعاده بتهمنا اول واحده فيهم. لما تفتحوا على السيورج سيستم رينفول سي اس او يعني كومبايند سيور اوفر فلو تانك ان لاين ديتنشن تانك اوف لاين ديتنشن تانك دول البالانسينج تانك درسنا عن الان لاين او اوف لاين. رينفول اريا سيور اذا ندخل مي كمان عن طريق الرينفول. في عندنا برايمري تريتمنت، البرايمري حاط معهم البرايمري والبريليمري، في سكرينز في جريت في شغلات كثير، في شغلات اخذناها وفي شغلات ما اخذناها. في فيكست فيلم بروسيس اللي هن تريكلينج فلترز واشباههم.
في suspended growth processes اللي فيها انواع activated sludge تمام، وفي عنا sludge treatment لمعالجة السلج، في عنا شغلات للoperation control وكذا شغلات كتيرة، وبرضو من اللي بهمنا اللي هم الoutlets، الoutlets اللي في عندي liquid effluent وسلج وبلانكد اوف. بلانكد اوف لما في ستريم عندي بدي اسكره. في شغلات تانية، في عندي mixers and splitters اذا بدي اعمل تفريعات. هلا انا بس هذول انتم تكونوا متالفين كل واحدة وين موجودة. خليني قدامكم ارسم محطة على السريع. طلع او اولا بلش فيه مثلا انا بدي بس domestic sewage، شايفين طلعوا باجي بقى الwaste water influent بكبس عليها كبسة في هلا انا عشان اعلمها في كبسة الماوس الشمال، بعدين عشان امسكها كبسة الماوس اليمين تمسك معي مباشرة بحطها على الخارطة. بعد هيك بدي احط، بدي اروح عشان هيك اسكرهم بديش اياهم، بدي احط سكرين. بنحط سكرين، عندي نوعين سكرين مش واحد، بحط اثنين تمام. بعدهم عندي جريت، هاي جريت تمام. بعد هيك عندي برايمري تانك. بلزمش بامبينج دكتور؟ لا لا، بدك تعمل بامبينج تقدر تحط بامب، تقدر فيه في بامبس. اذا بتكش بامب ما هي البامب ما بتأثر على البروسيس، اذا بنشتغل بس البروسيس من زيت وحدات زي هيك بدناش نطلع، بس بدك بامب في بامب. هلا هاي عندي البرايم ستيشن تانك، بعديها عندي لما نروح على سسبندد جروث سيستم طلعوا في عندي اول واحده اكتيفيت سلاج، بعديها اوكسيديشن ديتش. اكتيفيت سلاج اللي هي العاديه بكل انواع اللي اخذناها، اللي هن كونفنشنال ستيب فيد والاكسيديشن ديتش اللي هي الاكستندد اريشن. وبعديها عندي سكندري سيديمنتيشن تانك، هاي سكندري سيديمنتيشن تانك تمام. وبعد هيك عندي اذا بدنا نعمل تيرشر تريتمنت، في عندنا عده انواع من التيرشر تريتمنت. اذا نعمل سلج تريتمنت نعمل سلج تريتمنت تمام. بس انا خلينا ارسم محطه بيسك زي ما احنا درسناها. هلا انا بحاجه هون الان اني انهي، فبروح على الليكويد افلوينت عشان انهي، فبحط الافلوينت هون. خلاص انا بدي يطلع من السكندر تانك على الافلوينت. في عندي بيطلع سلج مرتين من البرايمري تانك بحطه تحتيها، وبيطلع عندي سلج من السكندري تانك، وفي عندي من النص هون ايش طالع لفوق من الاكتيفيتد سلج طالع لفوق. هاي اذا بدنا نعمل نشيل السلج من جوا الخزان زي ما نحط ممبرين، ما بدي اشغلها بنعمل بلانكد اوف. هاي بلانكد اوف جبناهم كلهم الاوتلتس اخر واحدة. هلا مبين عندي المحطه مش راكبه، هلا بدنا نركبها كلها مع بعضها. طلعوا كيف هاي العمليه؟ اغلب الطلاب هلا بشوفها شوي صعبه بس فيش اسهل منها. طلعوا باجي لحد ما صير على الانفلوت، لما يصير زائد بكبس الماوس بجيبه لحد ما يجي هاي التشين شكل الحلقه او التشين، هاي فلتت خلاص مسكوا مع بعض. اتاكد انه مسكوا مع بعض، امسك اي واحده فيهن وحركها لكن ايش ماسكين مع بعض. بعديها باجي على الثاني بوصلها باللي وراها، كمان هاي اللي هون بوصلها هون، هاي اللي هون بوصلها هون تمام. هلا سلج جاي اللي هون بوصلها هون على السريع. من هون بوصلها هون هون بهذا الشكل، من هون طلع. افضل ترسموا انتو من وين بدنا نبلش لوين ننهي. طيب ضل ايش عندي ناقص؟ طلعوا طلعوا كيف بدي ارسمها، طلعوا كيف بدي ارسمها. هلا عملت انا هيك بلشت هون، بديش اخرب الرسمه. طلع وين بوصل تحتيها هون بكبس، انا كبست مرتين بدي اقيمهن، صارت ماخذ ثلاثه بدي اقيمه بعلمه وبعمل ديليت ستريم شليه. طلعوا بمسي من هون بس بفلت الماوس بيعمل عندي زي ايش نهايه، برجع مره ثانيه منها
بكمل لحد ما اشبكها. هلا بدي اعدل الرسمه تطلع عندي حلوه، بقدر اعدلها زي هيك لحد ما تيجي بشكل مستقيم. هلا راح يكون عندكم هوم وورك بس لما ناخذ عنه بزياده، اللي هو الواترلو بلانت بالتصميم اليدوي اللي عملناه، تعيدوا تصميمها بالاستوات. تمام. هلا كيف بيشتغل الاستوات؟ الاستوات بيشتغل الطريقة شوي مختلفة عن برنامج الجي بي اس اكس، عشان هيك ما تحاولوش تتعلموا اللوجيك تبع الجي بي اس اكس للاستوات. تمام. اولها بخربطكم هذا الشيء، عشان هيك انه افضل تتعلموا بس هلا الاستوات لانه مطلوب منكم. ماشي. هلا طلع بكون عامل حسابات اولية، وهذا الحكي موجود في الجي بي اس اكس وفي الاستوات، بكون عامل حسابات اولية، واحنا بتتذكروا بوترلو تقريبا صممنا كل هاي الشغلات. باجي عندكم خيارين، اما بتبلش من الانفلونت او بتبلش من الوحدات. فباجي مثلا على الانفلونت اللي عندي هون، في عندي انبوت داتا، في نيم، هاي نيم اذا بدي اغير اسمها، فاذا قلت انفلونت 1 هاي انفلونت 1. في الموديل لينير او ستيب، ممكن نختار اي واحد فيهم. هلا انه بدي اياه كونستانت او بدي اياه متغير، انا اخترت ستيب باترش بعدين ليتر اون بتغير هذا الحكي كله. وفي عندي اذا بدنا يبين الاسم شو نيم، هيو شو نيم بيطلع الاسم، حتى الاسم بقدر انا ايش احركه وين بدي كل واحد فين. هلا الاهم من هذا الحكي كله للانبوت داتا. اوكي ما طلعش عندي لانه لازم هلا انا ادخل البيانات تاعت السيستمز. هلا نقدرش ندخل الفلو، نيجي عندنا على كل واحد فيه من اللي هون input data name and date connectivity. اوكي هلا هذول السكرينز والجريد تشامبر تقريبا تاثيرهم قليل جدا على السيستم، فما باخذ عنهم معلومات. بنبلش من البرايمري تانك، في عندنا input data name and dimensions من هون. هلا في عندي برايمري تانك اسمه، اذا بدي اغيره بغيره ممكن نسميه bst that's it. الان في عنا ايش اسمه موديل. هلا في عنا عدة انواع مودلز، بي او دي وسي او دي وشغلات كتير، احنا ما درسناش الا البي او دي موديل في هذا المساق. ماشي. وهو اشهر واحد فيهن. في نمبر اوف ستيجز، البرنامج بتعامل كل وحدة على انها سي اس تي ارز ان سيريز، كل ما زدناهن بسهل لي الابروتش. بس احنا درسنا انه اول سي اس تي ار ان سيريز بوصل لسلوك البي اف ار دي كان عندي 3، فبختار 3. الفوليوم اللي احنا حسبناه اولي، واحنا اذا احنا مش حاسبين بنحط اي فوليوم، الفوليوم والسيرفيس اريا، اذا احنا مش حاسبين بس بنغير الصفر، اذا حاسبين حسبه اوليه بنحطهم. مثلا عند الفوليوم 2000 متر مكعب والسيرفيس اريا مثلا كانت 220 متر مربع، بعمل اوكي زي هيك. تمام. بنيجي عندنا على السيستم اللي هون انبوت داتا نيم اند دايمنشنز، هاي النيم والدايمنشنز. المودلز احنا راح ناخذ اصال 1. ماشي. هلا اذا بدنا نعمل نيوتريانس ريموفال او شغلات ثانيه بنغير الموديل، بحكي لنا الدليل اي موديل ناخده. اذا كربونيشياس بناخذ اصال 1، اصال 1 يعني اكتيفيتد سلج موديل 1. تمام. بنحط الفوليوم الاساسي اللي عندنا. هلا الفوليوم مثلا خلينا نحطه 6000 على سبيل المثال. النمبر اوف ستيجز هاي مهمه جدا، اذا الانواع الكونفنشنال بنحط واحد، اذا بدنا اياه يشتغل النيوتريانت ريموفال وانيروبيك وهي شغلات بنحط هنا اكثر من واحد، هذول بنجيهم بالتوتوريال. لان نمبر اوف ام الاساس ريسايكلز اللي هو قديش انا بعمل ريسايكل جوا التانك للام الاساس عشان اعمل اما دينيتريفيكيشن او انا عم اعمل فوسفورس ريموفال. اذا فيش عندي الا كربونيشياس بيكون رقم صفر. تمام. هلا ويستد ميثود، اذا بدي اعمل ويستنج من جوا الخزان نفسه هذا
بيكون في عندي continuous of variable rate of variable time اللي هو بطلع من هون من عند المنطقة هاي. بس إذا لا بطلع إيش من هون خلاص بحط نن. الآن stage from which أما الأساس is wasted one stage assumed one هذا خلاص هي طفيات لأنه أنا ما عنديش إيش تاني بعمل له أوكي. نيجي على secondary sedimentation tank input data name and dimensions. أيوة بنسمي مثلا اللي بدي اياه بدي اياه secondary sedimentation tank SST. الموديل رح ناخذ هلا احنا سيد واحد secondary sedimentation edition 1 هذه سيد واحد number of vertical layers الديفولت 8 وخليها 8 ماشي اللي هن عشان يشتغل زي بلاك فلوري اكتر CSTRs in series لانه هذا حساس كتير الديفولت 8 خليهن 8 هلا السيرفيس اريا نعطيه سيرفيس اريا مبدئيه 400 الدبث للتانك خلينا ناخذ مثلا 4 متر الدبث اوف فيد بمعنى اخر عمق المي اللي بتعبي بتغذي الخزان على اي عمق موجود وهي لازم نوصفها هاي لازم نوصفها بدنا نحطوها 2 على عمق مترين الراس فلو بدنا اياه يعطيه ريت ولا ريشيو يعني يعطينا الار ولا يعطينا كيو ار احنا بنختار بدنا اياه مش مشكله في هون مور لازم نيجي عليها هذول لاني الويستج ميثود كونستانت ريت بدي كيو دبليو على شكل كونستانت ولا نو ويستج اوقف الويستنج بالمره واطلع من جوا الخزان او فاريبل اللي بدنا اياه فخلي احنا هلا كونستانت ريت زي ما اخذنا وفي عندنا الكنترول للإيريشن تانك فيش غير نوع واحد والكنترول للإيريشن ستاج 1 احنا عندنا معنا بس منطقة واحدة فهيك اوكي عرفته تمام هلاك انا عرفت كل الوحدات تمام هلا اشي مهم جدا بعد ما اعمل اشي هذا اللي هون باجي بعمل احنا عاملينه هلا على انه سيف اوكي خلينا نشوف الانفلوينت انبوت داتا لسه ما شغلها عندي هون اوكي باجي بعمل نيورون اوكي سكرين احنا مش معطينه فوليوم input data name and dimensions ونعطي bar spacing البار هذا عندي انا بالمتر بدنا اياه مثلا 10 او 5 سنتي 2 سنتي 0.02 هذه point 002 من هون الفوليوم مثلا 30 متر مكعب اوكي نيجي بنعمل هلا نيورون الان يو ماست سيف ذا نيو وركس بيفور يو كرييت بعطيكم هم مسجز طيب هاي سيف اوكي وبعطينا بالنيورون هون الرن وانت بدي بلش وانت بدو انت بالعادة الديفولت بعطيكم اياه يومين يعني بيعمل السيميليشن على يومين ممكن تعمل السيميليشن على شهر على يوم على ايش زي هيك الانبوت تايم ستيب اور ماشي فمعطيني اياه 0.25 للاور يعني بمعنى اخر انه بغير الفلو عندي او بغير القيمة كل 0.25 من الساعة الاوتبوت ستيب 1 اور كيف بطلع عندي كل ساعة مبين عندي القيم من الفلو او البي او دي او السسبندد سوليدز وفي عندنا الافرج سي وش تمبرتشر اذا بنغيرها 15 الديفولت ايوه هلا اخر تنتين هدول اللي هن متذكرين عندنا البي او دي ريموفد بير يونت بايو نون بايو ماس وبير يونت بايو ماس يعني بمعنى اخر نسبه البي او دي كبكتيريا او مش بكتيريا الديفولت 50% 50% الا اذا المختبر اكدنا انه شيء ثاني غير هيك نعمل اوكي هون هلا هون السيستم شاغل عند جاهز عندنا للتشغيل الا انه فيش عندي انفلوينت فلما نيجي على الانفلوينت عندي من هون بيعطيني قائمه مختلفه هلا
في عندي سيلكت بروفايل، اذا انا عندي بروفايل جاهز بدخله او نعمل جنريت بروفايل. ففي عندي جنريت بروفايل، ومن الجنريت بروفايل في عندي قيم اما بدخله على شكل بي او دي او على شكل سي او دي او شغلات ثانيه اخرى. فان دخلنا على شكل بي او دي بعطينا هون ندخله كونستانت ولا متغير ديورنا لكل ساعتين ولا ساينسويدال، تمام؟ فاذا ندخله كونستانت زي ما اخذنا بالاول من كله create data file، التايم ستيب 1 اور انت تايم بعد 48 ساعه، اوكي تمام. وهون بيعطيني لازم اخزن فايل لو ستار دوت بي او دي، بغير اسمه بختار له مكان معين ماشي، خلينا نسميه 1 او كان اسمه 3 الوركس اللي عندي، هاي عملنا له بهذا الشكل تمام. ومنه بنروح بنعدل هون القيم اللي بدي اياها. هاي عندي من 1 الى 24 كل ساعه التايم. الفلو قديش كان قيمته عندي؟ كله 100. الفلو كان كله عندي 100. وفي عندي التمبرتشر جاهزه ومعطيني السلب. هلا القيم اللي عندي هون كلها هو مقترحها. اذا طبعا انتم حسب ما بكون معطيه عندكم بكم تغيروها. خلينا ناخذ اللي هو مقترح 150 ملي جرام بير لتر البي او دي، مع انه قليل جدا تمام. منها بارتيكولات بي او دي 90. طبعا هدول المصطلحات راح نمشي عليهم كل واحد ورا الثاني، بس انا عشان افرجيكم كيف بيشتغل بدي اخذ اللي هو مقترحه علي تمام. هاي عندي كلوز. هلا ما خلصناش عملنا بهذا الشكل كلياته. هون بدنا نيجي على هاي الوحدات اشتغلوا الان كلهن مع بعض ماشي. فبدنا نيجي على وين في عندي اوبريشن، نروح على الاوبريشن. هذول فيش عندي اوبريشن، هاي هون عندي اوبريشن. للاوبريشن بدنا ندخل له هاي الارقام اللي بيطلبها مني ماشي، عندهم كلياتهم. هاي اوبريشن ندخل له كل هاي الارقام اللي بيطلبها مني. في عنا هون إبريشن مش شغال، في عنا إنيشال كونديشنز، نيجي على الإنيشال كونديشنز. أوكي خلينا نحاول نعمل له ران وإحنا مش مدخلين هاي الأرقام، نشوف شو بعطينا. شايفين؟ ببلش يعطيني باللون الأحمر إنه في عندي شوية مشاكل. Secondary settling tank does not appear to have any wastage flow. ليش؟ مش عارف، خلينا نشوف. هاي there is no internal process data to report select the streams leaving the process to view the predicted quality of the discharge. اوكي اوكي مفيش. هلا من هون نيجي على الاوبريشن. مش مدخل له قيم بالمره، فشايف انه بيعملش ويستج عنا، ما بيعمل عنا ويستج. طيب مع ذلك خلينا نشوف، نيجي على الافلوانت اللي عندي هون. الان نكبس عليها كبسي هون بالماوس الشمال عاديه بحكي لك results not available، لانه في عندي مشكله في الانيشال كونديشنز اللي انا حاطط له السكندري تانك تمام. هلا لازم ندخل نعدل كلهم هذول، بس هذول كلهم بدي اشتغل انا وياكم مع بعض. خليني افرجيكم معي انتو. دكتور تمام، خليني افرجيكم شغل جاهز سابق. افرجيكم شغل جاهز سابق. نيجي على فايل بدي كله open works ماشي. could you want to save the current؟ خليني اعمله yes، خليني اعمله save ماشي باسم ورك 3. هي اوكي. الان بدي الان اقول له انا اوبن وركس، بدي توتوريال واحد هون اللي هو مشطور عندكم في اللي موجود في التوتوريال جايد. هي هون. هلا في شيء مهم عندي هون طلعوا
بده كله نيورون. اذا معمول له رن سابق وموافق عليه شايف بكل هون نيم اوف رن رن 2 ماشي لانه في رن واحد سابق خلينا كله اوكي. ستارت اوف اولد رن يعني يبلش من القيم القديمه للاولد رن من كله اوكي تمام اوكي واعطاني كل هاي الشغلات والقيم اللي هون. هذا سيستم معرف بالكامل لندخل عليه على اي مكان. خلينا ندخل هون على الانبوت داتا على الاوبريشن بنلاقي في قيم داخله عندي تمام. ولو دخلنا كمان على الانبوت داتا على الانيشال كونديشنز بنلاقي في عندي قيم كمان داخله تمام مدخلين عليه قيم. فكله هلا من هون رن زي هيك اشتغل رن هاز بين كومبليتد بسرعه اشتغل اوكي. نيجي نطلع عم بقدر اطلع وين بدي على اي ستريم بدي اياه. خلينا نشوف الستريم هذا اللي هون بقول لي هذا الستريم دخل له معلومات افلو والتوتال سسبندد سوليدز التوتال بي او دي وامونيا ونيتريت اوكي بدك اياهم كلهم. خلينا نشوف الفلو والسسبندد سوليدز والبي او دي بدي اشوف الباقيات بقول له اوكي. كيف بدي انا يعني اشوفهم جراف ولا تايم سيريس ولا سمر ستاتستكس ولا جراف مع سمر ستاتستكس. هاي بتعطيك كل شيء الجراف مع السمر ستاتستكس كله اوكي. هاي بتيجي عندي تحت بفتحها هاي بيعطيني عندي هون انا الشاشه عندي اوكي اللي باللون الاسود البي او دي اللي باللون الاحمر الفلو واللون النهدي هذا مش طالع هون بالمره بالرسمه اللي هو توتال سسبندد سوليدز شكله مش داخل قيمته. بكبس عليها زي هيك اذا بدي اغيرها مثلا بقدر اعمل اللي بدي اياه بالرسمه وبالالوان وبقدر اشوفها فيو 3 دي مثلا بقدر اعمل شيدنج بالكلر بقدر اعمل اللي بدي اياه. خلينا اعمل كانسل. طلع انا بدخل عندي هون الفلو مع البي او دي على شكل ساينسويدال متغير وهي الستاتستكس تبعتها. هذا الانفلونت خلينا نشوف الانفلونت. طبعا نيجي نعمل له تصغير هذا اللي هو نيجي على الانفلونت اوكي خلينا نجرب شكله صار في مشكله بالرن مثلا هون كلهم اوكي. هون عندي بعد التريتمنت الاحمر هو الفلو بهمناش كثير على طبعا بيعطينا على 48 ساعه. اللون الاسود هو التوتال بي او دي اللي موجود عندي. البي او دي قلت لكن السسبندد سوليدز ما قلتش انا ناخذ قبل السكندري سيدمنتيشن تانك عشان تقل بدنا ناخذ بعد السكندري سيدمنتيشن تانك. هلا رزلت نت افيلبل ذير از نو انترنال بروسيس داتا تو ريبورت سيلكت ذا ستريمز ليفينج ذا بروسيس تو فيو اوكي. هلا طلع عندي هون اللي باللون الاحمر الفلو بقى مش مبين الفلو لانه كان مقارنه بالارقام الثانيه صغير بس كل الارقام وين صارت تحت. اقراوا لي قيمه البي او دي اللي طالعه البي او دي اللي هو الكيرف اللي باللون الاسود او بتشوفوه من الستاتستكس تحت شايفين البي او دي بالافرج بيطلع عند 3.84 الماكسيمم 5.3 يعني باعتبار هاي القيم كلها صفر بمعنى اخر فيش عندي بليوشن. اذا بتجمعوا الامونيا مع النيتريت بده يطلع المجموع تبعهم 40 زي ما هو كان داخل. ولاحظوا انه صار عندي نيتريفيكيشن صار عندي نيتريفيكيشن لانه كان كلهم 40 امونيا صار عندي 34.77 لانه الفوليوم اللي احنا حطيناه بيعمل الشغلتين الكربونيشيوس والنيتريفيكيشن تمام. انا بس حبيت اعمل بسموها هاي ايس بريكنج للاستوات وراح نرجع ناخذ لنا عليه محاضرتين ثلاثه نبني كل سيستم شوي شوي ونشوف الانبوت داتا وشو راح نعمل فيه تمام.
انتوا in the meanwhile بإمكانكم تمشوا على tutorial 1 و tutorial 2. احنا كل اللي بلزمكم منه عشان تعملوا المشروع تبع هذا المساق tutorial 1 و tutorial 2، وبنبني محطة بتصمم بالكامل للكربونيشيس والنيتروجينيس ريموفل. ممكن كمان نفكر بالسلج تريتمنت. تمام؟ حد عنده سؤال؟ دانا دكتور بس دكتور بس بدي اسال انه هذا مشروع الفاينل صح؟ ولسه فيهم ورك غير يعني غير عن هذا الشغل صح؟ لا فيهم ورك يدويه. انا ما رفعتوش غير لما تخلصوا انتوا الكويز ماشي. فيهم ورك يدويه بس لا هذا راح يكون المشروع الفاينل. هلا دكتور كمان انت حكيت انه هذا المشروع بيعتمد على كل الهوم وركات اللي سلمناهم، فكيف نعرف انه حلها اساسا لما نحلها؟ راح اعطيكم عليها فيدباك، راح اعطيكم عليها فيدباك. اوكي بس انه هاي بس في هوم وورك انكم تعيدوا الوترلو ديزاين، بس هوم وورك. لا استنى شوي، الهوم وورك تبعت الوترلو كله حليناه احنا في المحاضره. تمام صح، تصميم الوتر لو حليناه في المحاضره، الارقام عندكم تقدروا تبلشوا منها. انا خطر ببالي الهوم وركس اللي احنا سلمناهم انه نشتغل على الارقام. لا هلا عشان الفاينل راح ناخذ بروجكت، راح نعطي لكل واحد فيكم قريه معينه ونبلش نعملها ديزاين لمحطه التنقيه. اوكي تمام معاي. مين؟ طارق ابو الرب. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا رب. لا دكتور، المشروع اللي المطلوب كل واحد منا يصمم مع السيور كاد بعدين بنيجي على هذا المشروع البرنامج هذا. زي ما حكينا بعطيكم انا قريه بتصمموا فيها فقط اللي هو الاوت فول، الانترسبتر مع الاوت فول، وبعدين بتعمل المحطه هاي. تمام، وظل هيك هوم وركات ولا لا؟ راح اعطيك كمان هلا في هوم ورك من جزئين. ماشي يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا رب. صحيح دكتور، بس عن ابنك اخر سؤال. تفضل. دكتور، وانا اقدم بالكويز فصل معي النت مرتين او ثلاث حتى. طلع الموديل بسجل كل شيء. الموديل اي جواب تحطه بسجله. فبطلع عندي كل بيطلع عندي كل الحركات اللي انت عملتها. خلص تمام، لانه انا شو اسمه مسجل الاجابات كلهن، بس انه وانا احل كل شوي يعني فصل معي ثلاث مرات تقريبا. ما تهملهم، انا بامكاني اعمل كل الحركات اللي انت عملتها، بطلع لك اياها بلوج فايل. خلص تمام ماشي. ماشي أسامة. دكتور شو ظل من المادة؟ المادة خلاص أنا مش راح أعطي فيها إشي بزيادة، خلاص لحد مش راح أعطي فيها إشي بزيادة غير على استوت هلا. أيوة تمام. إحنا أي إشي ضايل بالمادة نقدر نعمله على استوت. تمام يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. كلام حدا عنده سؤال تاني؟ أنا بدي بس أطمنكم شغلة واحدة، اللي فاهم اللي حكيناه على الأقل بآخر 3-4 محاضرات ماشي، اللي فاهم اللي احنا حكيناه ويمشي معاي بالتدريب وكيف رح نعمل الموديل، بعديها أنا بضمن لكم إنه تعملوا تصميم لأي محطة خلال نص ساعة. بضل بس إنكم تعملوا الريبورت، يعني بدكم ترتبوه بشكل كويس، تعطوا شوية داتا وانترودكشن وهيك شغلات، وفي كمان جزء ديزاين يدوي لسكرينز والجريت تشامبرز وبارش الفلوم وهيك شغلات في التقرير. شهد. يزير عافية دكتور. الله عافية دكتور. بس بدي أحكي عن الديدلاينز، بصير لو سمحت تحط مثلا يكون إنه إذا بدك تحطها الساعة 12 ياريت تكون مثلا 11:59، بصراحة مرات يعني بتخربش 12 انه تكون بي ام او اي ام. لا هو الموديل كله شو اسمه 24 hours، الموديل السيستم المودة 24 hours. في عندنا الموديل الثاني بتكون 11:59.
طيب مش مشكلة، أوكي ماشي. لأنه هي بيعرف صراحة بتخربش AM أو ABM، يعني مش معروف. 11.59 ما هي موجودة بالAM وموجودة بالBM على الجهتين. صح صح، بتخرب 12 مثلاً AM يوم أربعة، طلاب بفكروها يوم ثلاثة بالليل اللي هي بداية أربعة، عشان هيك. ماشي أوكي تمام. في حد عنده أي سؤال تاني؟ ماشي. هلا انتوا نزلوا الاستوات عشان المحاضرة الجاي ان شاء الله يوم الاثنين نبلش نشتغل على الاستوات. يعطيكم العافية.